يا دكتوره منار، صباح الفل على حضرتك. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم واستاذ انا عبد وكل الساده صباح الهنا. احنا عايزين نطمن من حضرتك، يا ترى ابتداء من بكره ان شاء الله على الاقل الثلاث اربع ايام اللي جايين درجات الحراره هتبقى واصله لكام؟ حاله الجو والطقس عموما هتبقى عامله ازاي؟ كان في كلام على ان ممكن يعني برضو يبقى في يعني شويه بواقي كده لاعصار دانيال اللي ضرب طبعا ليبيا واللي وصلت ارهاصاته لمرسى مطروح واسكندريه والساحل الشمالي على خفيف طبعا بالمقارنه باخواتنا في ليبيا، لكن يعني هل من المتوقع ان يبقى في اي ظاهره جويه لافته للانتباه الفتره الجايه؟ هو طبعا يعني الحمد لله يمكن النهارده هيكون اخر يوم في بعض التقلبات الجويه اللي شفناها من الاثنين الماضي بسبب بقايا العاصفه دانيال، لان مجرد العاصفه دانيال او المنخفض الجوي المتعمق ودخل الاراضي المصريه اتحول لمنخفض جوي عادي بيأثر علينا دايما في حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه. وبالفعل يوم الاثنين بدات التقلبات الجويه على محافظه مطروح مع حركه المنخفض الجوي. بالامس شفنا التقلبات الجويه في محافظات شمال البلاد، يعني كان في اتربه والمنصوره امطار متفاوته في الشده وانخفاض في الحراره، لكن دون تاثير على اي اعمال انشطه يوميه او اضرار في اي مكان الحمد لله. ويمكن اليوم مكملين في تاثير المنخفض الجوي على المناطق الشرقيه، لسه معانا فرص الامطار ما بين خفيفه متوسطه على سواحلنا الشماليه الشرقيه، بعض المناطق من سيناء، بعض المناطق كمان من خليج السويس ومحافظات القناه، لكن كلها امطار ما بين خفيفه خفيفه متوسطه مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. الحمد لله في المنطقه الغربيه بدات تستقر بشكل كبير، ومع غد الخليج ان شاء الله تبدا الحاله الجويه تستقر تماما في معظم محافظات الجمهوريه، هتتلاشى فرص الامطار من على اي منطقه من مناطق الجمهوريه، درجات الحراره كمان هتبقى حول المعدلات الطبيعيه، يمكن احنا متوسط عظمى على القاهره الكبرى متوقع خلال غدا الخميس يعني حتى بدايه الاسبوع القادم ان شاء الله ما بين 33 الى 34 درجه مئويه. وحضرتك بتقولي يعني درجات الحراره هتبقى في المعدلات الطبيعيه، انا ابتسمت ليه؟ لان انهي طبيعيه فيهم؟ الطبيعيه بتاعت زمان المعتاده ولا الطبيعيه اللي استجدت في حياتنا في الفتره الاخيره؟ لان احنا دلوقتي خلاص احنا داخلين على نص سبتمبر، وما اعتقدش ان في نص سبتمبر زمان كانت درجات الحراره على ما هي عليه دلوقتي. صحيح. يعني احنا بدأنا ممكن في الخمس او العشر سنين الماضيين نعتاد على قيم درجات الحرارة دي، يعني بدأت قيم درجات الحرارة تعتبر دي المعدلات اللي احنا كل شهر او كل شهر تسعة السنين المختلفة بدأنا نشوفها عظمى ما بين 33 32، يعني تبدأ فترة اول تسعة 33 مع نهاية تسعة بتكون 32، واحنا في مرور شهر تسعة كله بتبقى حول ال 33. بعض الايام طبعا بيكون فيها ارتفاعات ملحوظه زي اللي احنا شفناها الموجه، يعني كانت قبل ايام بتضرب جمهوريه مصر العربيه كانت ارتفاع في الحراره اعلى في المعدلات بحوالي 6 ل 7 درجات. هو التغير المناخي كريم بيأثر بلا شك، يمكن ده اللي شفناه في العاصفه دانيال اللي ضربت السواحل الجبيه، الاحترار اللي موجود على البحر المتوسط كمان بتأثر طبعا على متوسط درجات الحراره العالميه في كل دول العالم ومن ضمنها طبعا جمهوريه مصر العربيه، لكن احنا بنقول درجات الحراره رجعت في المعدلات اللي احنا بقالنا كذا سنه بنتعود عليها اللي هي 33، لكن في ارتفاع في نسب الرطوبه لان الكتل الهوائيه معظمها كمان قادمه من على البحر المتوسط معاها ارتفاع في نسب الرطوبه، فحتى رغم ان درجات الحراره بالامس سجلنا 32 درجه مئويه لكن احنا حاسينها ان هي اعلى من 32. صحيح. كانت اعلى بسبب نسب الرطوبه العالي جدا فتره النهار وايضا فترات الليل. في بعض الايام فترات الليل هنلاقي نشاط للرياح هيقلل بعض احساسنا بنسب الرطوبه، وده اللي هيخلي نسمات الهواء لطيفه نبدا نحس بيها بشكل كبير فترات الليل. طيب نهاوند يا دكتوره منار، نهاوند من شويه كانت بتقول حاجه برضو عايزين نتاكد من حضرتك من مدى صحتها، كنت بتقولي يعني برضو عشان قبل ما ننهي مع حضرتك كنا بنتناقش انا وكريم لان احنا قرينا برضو وتابعنا الفتره اللي فاتت دكتور منار، كان في بعض الصحف اللي كتبت او تحدثت ان ما حدث في ليبيا ربما سيؤثر تحديدا على محافظه الاسكندريه، هل الكلام ده مظبوط ولا لا؟ خلينا برضو نطمن من حضرتك. هو الحدث في ليبيا خلاص الحمد لله انتهى من ليبيا ومن جمهوريه مصر العربيه، فبالتالي ما فيش اي تاثير من اللي حصل في ليبيا ممكن ياثر على اي محافظه ساحليه من محافظات جمهوريه مصر العربيه. وخلينا ناكد كمان ان الطبيعه الجغرافيه في جمهوريه ليبيا غير الطبيعه الجغرافيه في جمهوريه مصر العربيه، لان كان في مناطق جبليه في ليبيا ده ادى لتشكل بعض السيول اللي هي ادت في طبعا انهيار بعض السدود، والسدود دي طبعا ادت لجر في بعض المدن زي يعني تقريبا مدينه درنا جرفت وداخل البحر، فالطبيعه خلينا بس ناكد ان الطبيعه الجغرافيه مختلفه.
وارد ان احنا نتاثر بامطار غزيره خاصه في ظل التغير المناخي وظاهره احنا شفنا اتربه شفنا اتربه كمان في الساحل الشمالي وفي الاسكندريه على الكورنيش، شفنا يعني جو كان شويه مختلف يمكن تحديدا بالامس. يعني بالامس بالفعل واول امس كمان كان في نشاط للرياح بتثير للرمال والاتربه. الصحراء الغربيه كان عليها سرعات رياح وصلت ل 50 و60 كيلو متر على الساعه، ادت لاثاره الرمال والاتربه، والاتربه دي اتحركت للاسكندريه وكمان القاهره، يعني القاهره اتاثرت بالاتربه والرمال المثاره اول امس، وامس كمان كان في اتربه وادت لانخفاض الرؤيه الافقيه بشكل كبير، لكن الحمد لله احنا خلاص يمكن النهارده بدات الحاله الجويه تحسن بشكل كبير، الاتربه ما زالت على معظم المحافظات، بس ناكد ان هي تعتبر من حالات عدم الاستقرار اللي بتاثر علينا، احنا داخلين فصل الخريف، فصل الخريف معروف بتقلباته الجويه الحاده والسريعه اللي هتتكرر فيه حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، واللي وارد يبقى فيه حاله من الحالات فيها عمق ظواهر جويه بسبب التغير المناخي الموجود. يعني بنشكرك جدا على هذه التغطيه الرائعه كالعاده منك دكتور منار غانم، نشكرك جدا.